السلام عليكم الاخوه، اليوم غادي نهضر على الفكره ديال بيع اكاونت يوديمي في شي سوق كما كان. المهم انا كما قلت لكم في الحلقه اللي هضرت فيها على في تيك توك، قلت لكم الخوت من الاحسن نبيعوه في اي باي. فيها بزاف ديال الناس كيشريو حوايج غراب وكيشريو لي زاكاونت بزاف، يعني بيعوا في اي باي احسن. ولكن لما قدرتيش على اي باي وما عندكش اكاونت اي باي واصلا انت ما مولفش اي باي، وما كنصحكش تبدا اي باي من هذه القضيه هذه. المهم كنصحك اخويا تبيعوا مثلا فيسبوك، في شي اعلان فيسبوك. اوكي دابا انا نعلمكم غير البلان كيفاش تشهر السيرفيس ديالك، ياك حتى اي واحد يقدر يدير هذا البلان هذا، غير ما كطيحش عليه البلان ديال يبيع ويشهر هذا السيرفيس هذا او هاد الاكونت هذا. كما قلنا الخوت خصكم جيميل، ياك خصكم جيميل وما يكونش متعلق بالنمره ديالكم، ياك. من بعد غادي نمشيو يوديمي.com، ياك. ومن بعد ما غنديرو يوديمي غنديرو سانسكريغ. ملي غنديرو سانسكريغ برون برينو ايميل مود باس، وما تنساوش لي هادي وي جو سويت بروفيتي بلانمون دو يوديمي، هادي ما تنساهاش. ودير سانسكريغ صافي عادي، ودير سو كونيكتي، دير لانسكريبسيون مزيان كدا هادي، دير سو كونيكتي. وحنا انت تكونكتيتي بالجيميل دير كونتيني افي جوجل، هادي كونتيني افي جوجل بلا ما تقدر ايميل ومود باس. اذا تكونكتيتي صافي راه درتي النص ديال العمل دابا ديالك صافي. دابا شنو غادي نديرو؟ نمشيو مثلا لاكارت لي زاشا ديالنا، نشوف واش كاين شي حاجه. ما كاين والو، واخا مزيان. دابا نمشيو نديرو غنديرو فري كوبون يوديمي، فري كوبون يوديمي. هذا انونس حيد عليا. نجيو لهنا لورن فيرال. هاد لورن فيرال هذا خصني نختار التارجت ديالي. شوفوا بعدو من صحاب الاي تي، الاي تي كيكونوا مطورين وهادشي تيجيهم لعب ديال الدراري الصغار، صحاب اي تي والسوفتوير حيدو منه. شوفوا صحاب البيزنس، صحاب فوتوغرافي، صحاب الديزاين، صحاب لانجويج. شوفوا الناس ديال، انا افضل نيش كنظن هي تيتشر ترين، كاتيجوري ديال تيتشر ترين. اوكي من ندير تيتشر ترين نبدا نقلب شو جور شحال كاين من صفحه، كاين حتى 50 ياك. ولكن قبل ما ندخل الطريقه كيفاش نبورشيسي هاد لي كوبون هذا، بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه تسهل لكم نجاح الفكره في دماغكم. علاش هادشي مني فابور؟ علاش يشتري من عندي بنادم؟ انا نقول لك علاش. حيت دابا انت شريتيه في واحد التاريخ فلان فلاني مثلا، اجي نجربوا بهذا ريديم اوفر، شريتيه في تاريخ فلان فلاني ياك، هاو il vous reste 2 jours، يعني 2 jours هاد الكوبون هذا ما غيبقاش فابور، غيولي مثلا 90% فابور، يولي 80% فابور، يولي 20% فابور، ولكن ما يبقاش 100% دو ريديكسيون. فهمتوني؟ دابا مثلا ندير اجوتي اوباني، ولكن ندير اجوتي اوباني ندير مثلا درت اكسيدي اوباني ما غنشريش، ما غنديرش باي صافي. البي فابور 100% ريديكسيون. مثلا نزيد هذا ريديم اوفر، يلا ريديم اوفر شحال باقي؟ شوف هذا شحال باقي عليه، 15 ساعة. فهمتيني؟ اجوتي اوباني صافي بلاش اكسيدي اوباني، نضرب على هذا، اجي هذا ريديم اوف، خصنا نتاكدوا باللي هو فابور عاد ديك الساعه. يلا 45% دو ريديكسيو، هذا يلا 45%. اجي نشوفوا لاكارت ديالنا كما الاخر ماشي 100%، نشوف غراتوي صافي. هادو جوج 100%، مزيان. اجي نجي مثلا هذا 75% سكسيس، نشوفو 75% سكسيس، نشوفو هذا 45%. فهمتوني الخوت؟ فهمتوني القضيه علاش ناجحه؟ حتى انت كتاخذ شي كورسات باغيهم بنادم ديال بصح، وكتاخذهم في الوقت ديالهم فابور، فهمتيني؟ تقدر تخلي من بعد شهر وتبيعو غلا، فهمتيني؟ المهم هذا يلاه 45% غوديكسيون. المهم تبقى تقلب انت غادي وكتقلب حتى طيح على 100% دو ريديكسيون.
هذا يلا 45%. ممكن تدير مثلا فري كورسز بحال هكا. مثلا هذا ريديم اوفر هو 100% غراتوي اجوتي او باني. اوكي بلاش اكسيدي او باني صافي يضرب عليا اخوت تاجمع هنا شي مليون تقريبا ولا شي 200 مليون. شوف انت على حساب القدره ديالك فهمتيني. علاش نقول لك علاش حتى دابا هنا شحال غيعطيك ديال اليو اس شحال ديال الدولار شحال ديال الدولار انت خليتي فهمتيني خليتي. شوفوا انتم ركزوا معايا مزيان وغنزيد نصر عليكم الفكره مزيان ديال بصح ركز معايا مزيان. المهم باش نكمل الناس اللي ما باغينش يركزوا مزيان نكمل لهم الفكره وعاد رجع لتوسيع الفكره وشحت الفكره. شوفوا الخوت نتمنى هذا الفيديو ما يتقطعش شحال من فيديو درت وكيبقى يتقطع ليا وما كيكملش وكنبقى نعاود ونعاود ونعاود. المهم الناس اللي ما بغاوش باغيين يزربوا وما بغاوش طوال عليهم الفيديو شوفوا شنو ديروا. ديروا نتوما سكرين شوت لهادي بحال هكا فهمتيني. ملي غتبغي تبيعها غتبغي تبيعها مثلا ديرها في فيسبوك ستور ولا فيسبوك ماركت بليس ولا في باي با ولا في اي باي شغلك هذاك. المهم هذه هي الفكره وسير تبيعها فيما بغيتي سير بيعها لبنادم كذا. يلا ندوزو الناس اللي باغيين يشحدوا الفكره وباغيين يسرعوها اكثر. الا كنتو باغيين تسرعوها اكثر شوف ديروا انسبكتي تحاولوا تزوروا شويه الفكره. مثلا هذه فيها سبام. اوكي انا نعاود من الاول الناس اللي ما كيفهموش في الديفلوبمون مزيان شوفوا معايا انسبكتي ياك انسبكتي اليمنت نجي مثلا نشد هاد السيليكسيون هادي نحطها هنايا. شنو غيبان ليها؟ غيبان ليها واحد الاس داخلها سبان. نجي مثلا هاد الاس في هاد الاس هادي غنجي غندير ايديت اتش تي ام ال غنحيد هاد الاس هذا غنحيد الفتحه ديال الاس والسده ديال الاس ندير اونتخي ولا نبركر هنا. شو كيولي؟ هيولي بحال 93 دولار. غنحيد هاد كراتوي هادي غنحيدها ندير مثلا فين هو نحيدها كامله ديف كامله مثلا هادي غندير لها ديليت اليمون ولا سيبريمي. غنجي مثلا هاد كراتوي غنحيدها وندير ليها ديليت اليمنت شحولت ليا 93 دولار ياك. غنجي مثلا لهادي اللي بغى يعدلها بفوتوشوب يعدلها فهمتيني. ولا المهم انا عزيز عليا راه استعمل فهمتوني. المهم هادي غادي نجي غندير لها مثلا اديت اليمنت ولا اديت اتش تي ام ال ونجي نحيد الاس. هاد الاس هي اللي كتعني ديك لاباغيت اللي كتبارا اها. وندير نبرك هنا في الخاوي غتولي ليا يعني فهمتيني. انا استغليت كدا استغليت 139 بحال هذا كتسوى 139 دولار ولكن شحال نبيع لك انا؟ نبيع لك مثلا ب 5 دولار 30 دولار 100 دولار. المهم كل ما جمعتي هنا بزاف المهم على الاقل كيقلال الثمن فهمتيني. المهم الخوت هذه فكره باش ديبانيو راسكم وصافي. هو واخا ما ديرش كاع والو هنا هي اصلا كتبقى عندها قيمه حيت بلاد ما يلقاهاش فابور فهمتوني الخوت. هنا صافي 100% دو ريديكسيون حتى هي حيده كامله انسبكتي 100% دو ريديكسيون ندير ايديت اس اتش تي ام ال غنحيدها بحال هكا غنضرب في الخوه هنا شنو تبقى توتال كدا فهمتوني. هادي تحيد كراتوي وهادي تحيد كراتوي مثلا انسبكتي ديليت اليمنت ديليت اليمنت كدا هاد كراتوي حتى هي ديليت اليمنت وهادي حتى تحيد لها اس ديليت اليمنت ديليت اليمنت وهادي تحيد لها اس مثلا فهمتيني. وغتصور هادي على اصلا سكرين شوت وتقدر تلقى هنا شي مليون ولا شي باش المليون انا ما نعرف. ولا بغيتي تزيد فيها دبر راسك شغلك هذاك بغيتي تزيد فيها مثلا دير مثلا اديت اس اتش تي ام ال غير هادشي كامل غير باش تزوق الفكره دي غير باش تبيع
فهمتيني؟ تقدر مثلا هذه كذا وغتصورها مثلا هذه في البانر باش تبيع هاماليكور ونتبعتي ليه. شوف نتبعتي يعني ماشي خشيتي زعما بعتي هادشي اللي قلتي بانه كيتباع فهمتيني، ولا حطيتي مثلا الثمن ديالو راه هو الثمن ديالو الحقيقي، غير انت خديتيه في واحد الوقيته اللي كان هو فابور. تقدر حتى هادو مثلا تحيدهم كاملين ولا تقدر تخليهم فهمتيني، خليهم ماشي مشكل فهمتيني، خليهم هادو لي كوبون، هادي لي كوبون كيكونوا وصور وبيع، زوق وبيع، زوق وبيع. هذا ما كان الخوت، كنتمنى تكون عجبتكم الفكره والله يعاونكم. المهم ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير و ابوني، نتوما راكم عارفين.